الصف الثاني بنات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم إنا نسألك أن تهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، قال تعالى في كتابه الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. إن من أفضل الأعمال التي دعا إليها الشخص حسن الخلق، ويشمل جوانب عديدة في حياة الفرد المسلم، فيدخل تحته الأقوال والأعمال والعبادات والمعاملات. المسلم يجب أن يكون كثير الحياة، قليل الأداء، كثير الصلاح، صدوق اللسان، وقورا صبورا، رفيقا شفيقا، فإن لحسن الخلق آثارا عظيمة. في الدنيا يحبه الناس ويقدرونه، وفي الآخرة يدخل ميزانه ويتلو رضا الرحمن. نسأل الله أن يهدينا لأحسن الأخلاق والأقوال والأفعال، ونسألك أن تجعلنا أحب عبادك إليك يا ذا الجلال والإكرام. وذلك نستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير يا بنات. تفضلوا.